هذه أجواء اليوم الأول من مزاد ينظمه قصر الإليزي في قاعة دريو، أشهر دور المزادات الفرنسية، إذ تعرض الرئاسة الفرنسية الساعية إلى موارد مالية للبيع في هذا المزاد 10% من 12 ألف زجاجة نبيس تملكها، آملة تحقيق أسعار عالية جداً مع بعض الزجاجات العائدة إلى مواسم استثنائية، في خطوة غير مسبوقة اعتبرها البعض تفريطاً بالتراث الفرنسي. اليوم الأول من عملية البيع تجاوز التوقعات، محققاً 295,663 يورو، وخصوصاً مع بيع زجاجتين من نوع بيتروس بسعر 5500 و 5800 يورو. هناك في البداية رمزية لقصر الإليزي، ولاحقا ثمة أنواع مهمة من النبيذ، ولكن عادة في هكذا مزادات تكون الأسعار مبالغ فيها بعض الشيء. وكانت التقديرات تشير إلى 250 ألف يورو لمجمل عملية البيع، وقد تم تجاوز هذا المستوى من اليوم الأول. ويكرس قصر الإليزي سنويا مبلغ 150 ألف يورو لمخزون النبيذ.